في البداية إذا سمحتم لي دعوني أرحب بدرية عاطف، حيث تشن الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب حملة لتنظيف وتطهير وتعقيم شوارع الحي في إطار استغلال إجازة عيد الفطر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا. على كل حال، للمزيد للتعليق على هذا الملف تنضم إلينا درية عاطف من حي السيدة زينب. درية، أرحب بك معنا في هذه التغطية، وآخر ربما المستجدات والمعطيات لديك، تفضلي. تحياتي لك نانسي ولجميع السادة المشاهدين، ودعينا في البداية نؤكد على مشاهدينا الكرام ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية، احمي نفسك احمي بلدك. بالفعل من هنا من حي السيدة زينب، حيث الحملة التي شنتها منذ عدة أيام محافظة القاهرة، ولكن للمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة وما تقوم به محافظة القاهرة من جهود في شوارع وفي الأحياء في مختلف محافظة القاهرة، ينضم لي سيادة اللواء محافظ القاهرة. برحب بك يا فندم في البداية على الشاشة إكسترني. أهلا بك يا فندم وجميع السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا طبعا يعني إحنا من بداية إجازة عيد الفطر، وإحنا طبعا تم يعني التشديد على الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الدولة للحد وللوقاية من الفيروس. إحنا طبعا يعني في التزام تام ومتابعة لغلق جميع الأماكن العامة وتعليق جميع المواصلات العامة، واللي هي الحد من التجمعات بين المواطنين. أيضا من ضمن الإجراءات الاحترازية اللي بتقوم بها الدولة وتنفذها محافظة القاهرة هي يعني رفع المخلفات والنظافة في الشوارع، لأن دي من ضمن الإجراءات الصحية اللي ممكن تنقل أي عدوى أو أي مرض. إحنا حريصين طبعا على إن يعني معدلات رفع المخلفات يبقى سريع جدا. إحنا متواجدين حاليا في ميدان السيدة زينب في حملة مكبرة، دي مش الحملة الوحيدة، على جميع مستوى الأحياء في القاهرة الحملات مستمرة على مدار اليوم. طبعا يعني احنا يهمنا في الأول وفي الآخر صحة المواطن، فيعني إذا كنا بناخد إجراءات يعني بالنسبة لمنع التجمعات وغلق الأماكن العامة، ولكن من ضمن أيضا الإجراءات اللي احنا حريصين عليها في صحة المواطن وهي رفع المخلفات. عشان كده احنا بنتابع الحملات على مدار اليوم على جميع الأحياء على مستوى القاهرة إن شاء الله طبعا، ومش يعني الفترة الحالية فقط، ولكن يعني جميع الإجراءات احنا يعني فيما يتعلق بصحة المواطن احنا حريصين عليها وبنأكد عليها وملتزمين بيها، ودي مسؤوليتنا واحنا بنتابعها. يعني الحقيقة أنا بشكر السادة المواطنين برضو، لأن هناك يعني التزام بالإجراءات اللي اتخذتها الدولة، لأنه بدأ يبقى في حرص يعني على صحته، وده ملاحظ ومشاهد من خلال ارتداء الكمامات اللي الدولة طبعا بتنادي بيه. يعني في التزام تام، لأنه أصبح في وعي عند المواطن كبير جدا. إن هو يعني فندم، ما رصدتموه يعني خلال فترة أجازة العيد إلى أي مدى فعلا كان في التزام من المواطنين بقرارات الوقائية لمجلس الوزراء؟ يعني سيادتك أنا بأكد لحضرتك كان في التزام تام من جميع المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات اللي اتخذتها الدولة خلال فترة العيد، خلال الخمس أيام الماضية. حتى لو كان في حركة سير للمواطنين بالسيارات أو مترجلين، كانوا برضو ملتزمين بالإجراءات بارتداء الكمامات. يعني أنا شايف في وعي كبير جدا جدا عند المواطن، أصبح إن هو يعني أصبح بيعلم تماما إن الإجراءات اللي اتخذتها الدولة هي في صالحه، فأصبح بيستشعر تماما إن ده في مصلحته وفي صالح صحته، فهناك التزام. وده مشاهد لحضرتك يمكن من جميع الناس اللي حوالينا في الميدان حاليا، إن جميع المواطنين مش العاملين بس في الدولة، يعني لا، المواطنين المترجلين في الشارع، لا، في التزام بارتداء الكمامات، وده اللي بنادي عليه الفترة القادمة، إن هو لابد إن يكون في التزام بهذه الإجراءات يعني لمزيد من الوقاية والحرص والحفاظ. سيادة اللواء خالد عبد العال، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وعودة لك نانسي مرة أخرى في الاستوديو. نعم درية عاطف، طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، والشكر بالطبع موصول لضيفك الكريم، شكرا لكما.